داروا الناس اذا دار الناس كلهم دار لهم تزوير كلش خاد البلاد دابا ما كان والمحكمه ما دارت والو ما وقفات ليه انا تدخل المحكمه تينوض الرئيس يقول له بونجور هذا الرئيس كيعطي السلام لهذا الكولونيل يقول لي هذا عطاه المحامي ديالي تيقول له الموسم عطاه لي الملك واش باقي هذا فيه الهضره والملك ما يقولش ليه دير هذا الشيء الموسم هذاك الشيء اللي تيعطيهم هما الوسام ديال الملك الوسام صافي عنده وسام يدي الناس ديالو صافي والرئيس ينوض من الجلسه يسلم على بس رئيس الجلسه كينوض يسلم عليه ماشي اختر ماشي اذا هذا كان تيصاغ الاسم ديال صاحب الجلاله كلشي تيصاغ كلشي هذيك الارض اللي حدا المحافظه بشحال باعها عنده شي ارض في المحافظه بن سليمان ايه باعها كان هو وخوتو كان جوج خوتو ولا ثلاثه شراوها هذيك باعوا هي قلت كانوا شارينها حدا هذيك كانوا شارينها ولا هي زوروا فيها لا هذيك ما عرفت الاصل ديالها ما عرفت الاصل ياك البلاد ديالهم راه باعوا راه الشركه خدامه فيه دابا تحت المحافظه مسلمان تحت المحافظات هلا نخليو هذاك الهضره ديال البلاد ديالو حنا نهضروا على البلاد ديالنا زيد هادي ناس كان تيتر اخرى 9702 فيه 187 كتار شرينا فيه الشله ديال واحد الشله ديال الناس اللي شرينا اللي شرا منهم انت انا الاول اللي شريت انا تما انا الاول تبعني واحد بوسلها وكذا تبعوني الناس شراو ولكن اللي تيخرج من البلاد يدخل الاخر اللي شرا الاخر البلاد ما مخصوماش اللي تيتغلى في شي بلاصه تتبقى حتى يعيا منه يبيع لواحد اخر يحيد هذاك من المحافظه يدخل الاخر الشيء اللي عندنا في هذاك التيتر شويه مشات واحد المده قلنا الدعوات جمعنا كله جمعنا قلنا جمعنا شي 67 واحد ضدو لا ماشي ضدو باش نقسموا التيتر باش ديروا القسمه قالنا شراو باش نقسموا هذاك التيتر منهم هو لا حتى هو معكم حتى هو معنا حتى هو دخل الاخ ما شبلش البلاد ما عندوش البلاد واخا شرا ما دخلش البلاد ما عرفش بلاصتو فين هي لا ما عرفش البلاد صافي يعني خصكم ديروا القسمه كلكم انا حداه انا ها البلاد حدا بحال هكا ودخل معايا انا قال لي البلاد كله شارينا بحال بحال ما يمكنكش انت تاخذ البلاد وانا نبقى بالبلاد ولدك عندي جوج جونس انت عندك جوج جونس ما يمكنش نبقى دخل ريب الدار ريب الكره المغازا ريب داك اللي كنتو ساكنين فيها انتوما هي اللي ريبها هي 14005 النمرة ديال التيتر 14005 انا جوج تيترات بحال بحال هكا اي خلي هذيك هضرنا عليها ها هذيك هضرنا على 14005 دوزنا هذيك كتهضر دابا انت على الثانية 9702 اللي باقي شريت فيها 4.5 كتار انا الاول فيها شريت حدا الطريق شريت حدا الطريق تماك حيدوا الناس اللي عندهم الورثه حيدوا دخلت انا تنحرتها دائما على قناة في تيتر اخرى عندي المحلات في تيتر اخرى هذه ما خليتها نحشها ونحصد فيها ونسرح فيها صحيح على كل ملاقين كلشي في بلاصه واحده راه ليا داز دي واحد المده مات ليا الدري في رشيدية صاد الكاميو وقع مشكل هذا المشكل دابا نعاود عليك حتى هي حرش واحد ولد اختو بان هو باش يقتل هذاك الدري على قال هذا الدري اللي كان تماك ما يقدرش يهضر معاه تيدخل مشى بلاد حتى قال له عمر دخل هذا البلاد ولدك ولدي ما خلاش مازال يدخل تما مشى دار طريق اخرى جهه اخرى وتيدخل انا تحرش عليه ولد اختو قال لي ولا حيد لي هذا الطريق كيفاش حيد لي هذا الطريق باش قتلو ايه باش قتلو راه الدوس ديالو كاين حرشو جا عندي انا الاول قال لي بغينا نخدم معاكم وقع لنا الكميوت عند الماكينه ديال هذاك ديال المازوت تماك وكلشي كان هذاك الوقت المازوت تيتقطع على الطريق حنا شنينا البوطار عمر كان عمر المازوت تما وخليت الكهرباء كان مشيت تماك عمر ديك الساعه عندي سته الكميوت
كاين ثلاثه سولو، كاين ثلاثه صغار، جوج جوج ديال حصل عندي ثلاثه صغار. خدمنا بستة الكامل وكان يتم تيدير المازوت، ثم خاصنا المازوت تاع المربوطة. سلام ضرب قال جابو لدختو، أنا ما عرفتوش، جا عندي العربية، السلام عليكم السلام، قال لك أودي بغيت نخدم معاكم. أنت منين؟ قال لك أنا من الدارجة، هو راه محمد راهو لدختو. انت ما عرفتيش شنو دخلتو؟ لا ما عرفتش شنو دخلتو. وكان قال لي الريحه ديال السلام ما ندخلوش. نعم. واخا بقى الكم يلقى يوقف قال لك انا خدام في الدار البيضاء من هنا من هنا من هنا. كهاد الدري هو اللي مقابل الكم يتمشى قابل الكبير كون طالب. عيطنا على واحد الكبير كون طالب دخلوه. جا واحد واحد السم تندب لهذاك النوار. دي القلاد مكونة. الورد. شي ماده سامه كتديوها للنوار كيجي من العام العام ترجع البوطه كلشي مسدود في البوطه ما تعرف اش فيها تهز البوطه يحطها فوق الكاميون يديها يحط هذيك يجي يدي واحده اخرى في المرصى حنا ما عرفنا اش فيها ما تتحل ما والو تماك تحط البوطه يخويها يسرج ثاني البوطه اللي خويها تماك كتجي من الخارج كتجي من الخارج للمرصى هذاك هذاك النصراني تيخدم 25 يوم نعم 25 عنده في العام وحنا حنا من النهار الاول اللي جا لهنا لقى عندنا الكميات قال لك صافي تخدموا معايا دار مع الدري الكوتر هذا كل عام وقت ما جا يمشيو الكميات لقى عندنا الخدمه نخليو الخدمه ونمشيو لهذيك على قدرنا مع الكوتر هذا تاهي نهز البوطه نحطها تما اراد الضربه الاولى جا عطينا الكاميو عطى الدري الكاميو الحق هذا وقت شي شهر ولا ما كان شهر عيط لنا نصراني قال لك الكاميو داو الكاميو دا الضربة الأولى تما بجوج خلى الكاميو ديالو تما قال لي خسر خسر هي الكاميو جا مع الدري هما قد قد كاع تيسوقو بجوج جا مع الدري باش يدو ماكسيان اللي غادي يسوق الكاميو من هنا هو حيدها الخيول خيول ديالاش؟ الخيول ديال باش يدير الكاميو قال لي راه خاسر قال لي راه خاسر الكاميو خلاه تما وسلام الكاميو غادي في الطريق وتعيطوا هذاك التريسان اللي دينا من الدار البيضاء بوك كل اختي يعيط لي قال لي بو تعيط لي يشوف فين لحقنا راه سلام هو اللي تابعهم هو اللي كيعيط هو اللي تابعهم بالطوموبيل تابعهم بالطوموبيل هذا اللي لحقوا هذاك السد ديال الرشادية لحقوا مع ربعة ديال الصباح قال لي نبركوه هنا حتى يحلوا جا تحت واحد الحجرة شكون هو يسقي؟ ماكسين اللي مشى يصوب الكاميو قال لي هبط دير الحجرة هبط دير الكالة دير الكالة ميكانيسيان دابا الشوافر بجوج قال السيد هبط الميكانيسيان يدير الكالة للكاميو مع العقبة ديال السد هبط هذاك جا تحت واحد الحجرة برك حتى شدينا الدراري الكاميو هذا تيرد هذا هذا يرد هكا تتعافر معاه هما بجوج بجوج داخل في الكابين في الكاميو هذا الضرب هذا الضرب كله درا صحاح قلب بجوجهم يعني ولدك ولدي وولد خوت سلام ولد خوتو راه عندي الدوسي ديالو دابا والاخر اللي الميكانيسيان هذاك هبط هبط حفظ الله تحت بحال الحجره بقات بقات تما هو اللي تيعاود هو اللي كي هو اللي عطى الدوسي للجدرمية هو اللي كل شيء كل شيء اللي دار كل شيء هو اللي دار كل شيء الكاميون كما تقلب سلم وقف عليهم حتى صبابط الدراري راه واحد طاح هاك واحد طاح هاك كل شيء تحرقوا كل شيء محروقين الكاميون شعلا فيه هاك البوطات تيطيروا للسما شعلا فيهم العافيه تيطيروا داك اللي فيهم الماده السامه اييه سلام هو اللي سبق تماك حي صبابط صبابط اللي قال لينا هو حي صبابط حي كلشي اللي كان في الكاميو باش ما يبقاش لا ما اللي جاو الجدرمية هبطوا ما عيطوا لنا حتى الربعة ديال العشية حتى صوبوا شغلهم حتى الربعة ديال العشية عيطوا لينا عيطوا لها بالكل هي الحادثة معاش وقعت؟ ها؟
4 الصباح و4 د العشيه تعيطوا لينا. 4 ديال العشيه تعيطوا لينا حتى رسوا شغلهم عيطوا لينا. هذاك راه 4 اللي عيطوا لينا جد بالكبير لهاد الدار هذاني. شكون هذا الكبير؟ ولدي كاين ولدو اخر. ولد اخر عيط لي قال لي احمد الله يرحمه. اش تقول؟ قال لك هذا احمد رحمه الله يرحمه هذا الكسيده راه مات هو والشيفور اللي درنا لحقات له 5 مشينا لرشيد لحقنا الليل تما بركنا حتى الصباح ورانا الجدر معنا الكريسون ديال فتا ليهم كله هو اللي فتا ليهم كل شي الدوسي كيفاش كان كيفاش جاو كيفاش جا كيفاش شكون اللي تاعيت شكون ما تاعيت كذا لا خير والميكانيسيان اش كيقول؟ هو اللي عطاهم الدليل. هو اللي عطاهم الدليل ماشي سلام. هو اللي عطاهم الدليل. درنا الدعوة تماك درنا محامي درنا الدعوة تماك جينا انا واحد السيدات يقول لي حين محمدي ما لنا ما تذكرش الاسماء خلي الاسماء من محامية زيد مشينا درنا محامي تماك مشينا ثلاثة دخلنا في المهد قالوا لنا خاص هذاك السيد اللي حاضر هذاك ماكسيان خاص يجي ميكانيسيان اللي كان شهد دلاب الشهاده ديالو اللي دلا الشهاده في الجدرميه خاص يجي المحكمه اي خاص يجي هذا الشيء اللي تقول لنا المحكمه اييه جينا للدار البيضاء هو في الدار البيضاء في سيدي مامون مشينا عندو للدار السلام عليكم السلام فين رشيد هو رشيد كان رشيد قال لك هذيك 7 الناس اللي ماتوا في البحر راه هو معاهم اللي مشاو تبعوا هذيك 7 على 7 الناس اللي طاحوا في البحر هو معاهم يعني بدل الاقوال ديالو بدل الشهاده ديالو دابا هذاك ماشي تغيير النائب مشاو يجيبوا الشاهد يقلبوا عليه في الدار ديالو قال لك خاصك تجيب الشاهد قال لك راه الشاهد ملي وصلوا عنده والديه قالوا لي مراتك 7 اللي غرقوا راه واحد منهم راه واحد منهم يعني هو مات الشاهد مات الشاهد مات وفعلا مات مات المهم 7 الناس خطروا حنا راه دازوا في التلفزيون شحال من خطر فهمت نعم على كل حال رجعنا عندهم رشيد يعني قلت السيد راه فين قال لك جيبوا له فاني قلت له راه هو في البحر منين غادي نجيب لكم راه سبع الناس راه شنا حتى عينا هزينا الدوسي جناه للدار البيضاء هاي الاقوال ديالو اللي كان قال عند الجدرميه شنو كان جناه للدار البيضاء قال ماشي كوكو نهار نمشي نرد الدوسي لهنا ردينا الدوسي لهنا نفس الهضره هذاك الشيء اللي تاد المحكمه تما كيطلبوا هذا حتى حضور الشاهد اي قال لك خاص هذا السيد اللي كان الدوسي اللي خاص يحضر اه السيد راه مات وجبنا له وفات قلت له راه مات راه ما كان يوفد راه مات مش عارف راه باقي الدوسي انا هان دابا باقي لحد انا باقي انا عنده مين عمدي؟ شوف انا بس صفته لنا راه كاين كلشي دباسه كاين شحال تقريبا من عام؟ تكون 10 ولا 10 سنين وخديتو التعويضات ديال لاسيرونس راه عطاونا 170 مليون 170 الف ريال مليون و70 الف ريال مليون و70 الف ريال ديال اش هادي ديال العزو ولا ديال لا عطاوك غير مليون و70 الف ريال اييه ديال اش وشحال خرجت في لاسيرونس علاش عطاونا هذيك قال لك ديال العزاء العزاء ديال العزاء ديال الموت ديالو ديال العزاء ديال لاسيرونس اللي عطاتها ديال العزاء لا ولكن التعويض ديال لاسيرونس لا مازال ما كاينش دابا والو باقي محكمة ما والو باقي على سبيل الذكر لاسيرونس لان هذاك المادة اللي كانوا هما عازين بعدا اصلا هي ديال واحد الشركة ديال واحد الاجنبي وهذيك الشركة الاجنبية عندها تأمين على هذيك المادة لانهم هما كيهزوا هذيك المادة كيشحنوها من داخل الميناء وبما ان الشركه بما حتى الحافلات اللي كانوا عندهم الشاحنات اللي كانوا عندهم انهم هم اصلا عندهم شركه ومؤمنين وهذيك كتمشي هذيك الماده كتمشي بتراخيص ديال الوزاره الداخليه وديال الجمارك وهذا لان ماده سامه وماده
مشتعله اصلا قاتله مشتعله فوالا وكيمشيو عندهم ترخيص باش كيمشيو التامين تاع الاشخاص والتامين على الاشخاص. فلحد الساعه هو ما خدات حتى شي حاجه لا في هذيك القضيه الموت ولا في التامين ديال مليون و70 الف اللي خديته الناس ديال المراه المحامي. اش كتقول لكم؟ كتقول والو الناس ديالي انا شوف استدعاهم جوج محامي خاد هذيك 70 محامي خاد هذيك خدات 70 المراه خادت 100 انا خدت 100. شكون المراه؟ مرت مرتي مرتي اه اي فلوس تعزو مو. والمحاميه دابا كتقول لك التعويض باقي ما خرج. قال لي قول لا انا الوقت ما مشيت عند واحد الوقيته تمشي حتى عيد الوقت ما مشيت عنده تقول لك مازال ما متيش. او طويل بزاف مازال ما متيش. وانا صحابتها تضحك الساعه هي تبري باش نمشي. كتلقى عندها قلتي لي سلام في البيرو ديالها اش كتقول؟ سلام دائما معاه. وهي اللي شاد لك الملف ديال ضد سلام حتى هي؟ اي هي اللي شدت الدوسي هي اللي شدت الدوسي وسلم مقد معاه مقد معاه. وقت ما مشيت تلقى سلام السيد اش تيدير اللي مخاصم معاه؟ قال لك راه بغينا نصالحكم هذا هي اللي تقول لي شي صلح ما كاين. قلت لك الصلح مزيان مزيان ايوا ما كان لا الصلح لا والو.